السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة كلمة جديدة، والكلمة المعانا النهاردة هي كلمة تاكتلس. تاكتلس يعني إيه؟ تاكتلس تاكتلس يعني likely to upset or embarrass people، يعني حاجة من المحتمل انها تضايق او تحرج الناس. ناخد مثال: He made tactless remarks about her appearance، يعني هو قال كذا ملحوظة غير لبقة عن مظهرها. He made tactless remarks about her appearance. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتم، وأشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.